تتابعون الآن في هذه الصور الحصرية للتلفزيون الجزائري حطت الطائرة المقلة للفريق الوطني للمحليين. بطل العرب لهذه الطبعة حطت بمطار هواري بومدين الدولي كما تتابعون في هذه الصور الحصرية مباشرة من مطار هواري بومدين الدولي. وفاز بها أشبال مجيد بوقرة. هم الآن يحظون باستقبال رسمي من قبل الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمن رفقة طاقم وزاري هام سيستقبلون الذين صنعوا التميز في نسخة كانت مميزة، لكن التميز كان جزائريا والتتويج كان جزائريا والذهب أيضا كان جزائريا. كأس عربية أولى في التاريخ كانت جميلة جدا، رافقها الجزائريون من هنا من أرض الوطن، ونحن نشاهد هذه الصور الجميلة جدا والتي من دون شك هي عرفان لما قدمه أشبال المدرب مجيد بوقرة. منتخب صنع التاريخ وعاد بالذهب إلى الجزائر. دائما الخطوط الجوية الجزائرية هي التي تصاحب المنتخب الوطني الجزائري وتصاحب أفراح الجزائر، واليوم مرة أخرى في بهوي المطار التاريخي للجزائر، المطار الدولي، مطار الراحل هواري بومدين، نستقبل اليوم أبطال العرب وسط أجواء خرافية خارج هاته الأسوار. خارج المطار سيكون أنصار المنتخب مباشرة وجها لوجه مع من صنع فرحة المنتخب، مع من صنع أيضا الفوز والتميز والكثير والكثير من الفرح، لأن الجزائر والجزائريون يليق عليهم الفرح. هي صور ستبقى من دون شك للتاريخ، صور سنتذكرها. نحن أبطال إفريقيا في 2019 وفي 2021، نحن أبطال العرب مرة أخرى. هي هكذا الجزائر تحتفل بأبنائها، هي هكذا السلطات العليا في البلاد تحتفي بأبنائها وبأولادها الذين حققوا الذهب في مسار مميز في كأس العرب، وفازوا على جميع المنتخبات، وفازوا وتألقوا ولم يخسروا في ولا مباراة. اليوم الكل يعود إلى أرض الوطن، لكن محملين بكأس عربية غالية، وهذه اللحظة التي ينتظرها الجزائريون من دون شك. سنتابع صور جميلة وتفاعل كبير هنا بالمطار وخارج المطار، لأن الكل ينتظر في المسار الذي سيقوم به النخبة الوطنية بدءا من هنا من المطار الدولي الجزائري، وعبورا أو مرورا أقول بمختلف شوارع العاصمة. هؤلاء الأبطال تصفيقة كبيرة جدا. ها هي كأس العرب تحل بالجزائر وسط هذه الأجواء ووسط استقبال رسمي يليق بأبطال الجزائر. السيد أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول ووزير المالية رفقة عدد من الوزراء يستقبلون في هذه الأثناء أبطال العرب. أبطال العرب متواجدون معنا في صورة جميلة جدا. استمتعنا فعلا بما قدموه في هذه النسخة القطرية للكأس العربية، كانت بمثابة كأس عالم، في انتظار إن شاء الله أن تستكمل المسيرة. إذن أبناء الجزائر يستقبلون بهذه الطريقة الجميلة. هو ياسين إبراهيمي أفضل لاعب في الدورة، وخلفه تماما يوسف بالليلي ثاني أفضل لاعب في الدورة أيضا، ومبولحي رئيس وهاب الذي كان له شرف أيضا أن يتوج بالذهب وينال أحسن حارس في الدورة. أشياء جعلت من المنتخب يتميز، تميز بالفرديات، فتميز بالمجموعة، فتميز بحب الوطن، فتميز برفع الراية الوطنية والراية الجزائرية عاليا في محفل عربي، لكنه كان بعيون دولية. شاهد الجميع ماذا يمكن للاعب الجزائري أن يقدمه في مثل هكذا منافسات. على كل، اليوم نسعد كثيرا باستقبال هؤلاء
الأبطال الذين شرفوا الراية الوطنية وشرفوا الجزائر وكانوا أبطالا بأتم معنى الكلمة، وهم مرفوقين أيضا بوزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبقان. صور جميلة، صور ستبقى راسخة من دون شك في الأذهان، وصور ستكون مميزة وستبقى دائما وأبدا في أذهان من عايش الحدث وأيضا من لم يعايشه، لأن التاريخ لن ينسى أبدا أن الجزائر توجت بكأس العرب سنة 2021. اليوم يحل المنتخب، سنشاهد هذه الصور. مجيد بوغرة هو أيضا يصنع التميز من خلال هذا الفوز. مجيد بوغرة الذي من خلال هذا التتويج أقول مجيد بوغرة الذي صنع الفارق من خلال تميزه رفقة المنتخب الوطني. مجيد بوغرة اليوم يصنع خطواته الأولى في عالم التدريب، لكنها خطوات من ذهب، فلقد عاد من دون شك بالكأس الغالية، الكأس العربية. نشاهد هذا الاستقبال الحار، صور جميلة جدا نعيشها على المباشر رفقتكم، ومن دون شك من دون شك ستكون راسخة، ستبقى راسخة هذه الصور التي تشاهدونها من دون شك. ستكون الكأس في يد جمال بالعمري الآن، وسيمنحها إلى يوسف بالليلي، وستكون مع أيضا البقية. على كل، مجيد بوغرة تميز وأفرحنا هو الآخر، ويتفاعل بطريقة جميلة جدا مع كل من هو حاضر هنا بالمطار. على كل، صور جميلة جدا نعيشها على المباشر وتسعد الجميع، تسعد وسط الزغرودات الجزائرية التي دائما حاضرة. الزغرودة الجزائرية علامة مميزة في مثل هكذا منافسات. هؤلاء هم من صنعوا التميز، وهم من عادوا بالميداليات الذهبية إلى الجزائر في صور ستبقى من دون شك راسخة في الأذهان. على كل، سنبقى نحتفل بهذا الإنجاز لأنه إنجاز كبير، ولأن الجزائر بحاجة إلى مثل هكذا تتويجات وهكذا كؤوس وهكذا ميداليات، لأن الطينة هي طينة الكبار، فنحن أبطال إفريقيا ونحن أبطال العرب. شاهدوا معنا هذه الصور، بدران وأسماء كبيرة جدا تمر في هذه الأثناء. سنحاول دائما أن نرسم الفرحة من خلال استقبال أبنائنا. على كل، الجزائر تستحق هذا التتويج. الجزائر دائما كانت مميزة في حضورها، والجزائر دائما 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 تفتخر بما يفعله أبناء الجزائر. أسماء كبيرة، أمير سعيود هو الآخر يسعد باستقباله من قبل الجزائريين، قلت وسط هذا الوفد الرسمي والذي يترأسه من دون شك الوزير الأول وزير المالية سيد أيمن بن عبد الرحمن. وصور رائعة وجميلة جدا، وتواصل مع من صنعوا الحدث من خلال الكأس العربية الأخيرة التي توج بها المنتخب الوطني والجزائري بجدارة واستحقاق في مسار كان رائعا ومميزا، ولقد استحق بالليل أن يرفع هذا الكأس. بالليل كان لديه الأحقية أن يرفع هذا الكأس، هو وبقية الرفاق، من أجل تتويج سيبقى راسخا 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 في أذهان الجزائريين. على كل، الكأس حاضرة هنا بالجزائر، الكأس من دون شك ستكون جميلة وستبقى في خزائن الجزائر في صور مميزة جدا، من دون شك ستبقى راسخة في الأذهان. على كل، أبطال العرب يستقبلون باستقبال الأبطال، فهم هكذا، هم أبطال استحقوا التتويج، فلقوا من السلطات الجزائرية استقبالا رسميا يليق بهم. من دون شك ستبقى هذه الصور راسخة في الأذهان أقول، وسنشاهد صورا جميلة جدا ستبقى دائما
راسخة في أذهان الجزائريين. على كل نسعد كثيرا، نسعد كثيرا دائما باستضافة أبطال العرب. شكرا جزيلا، شرفتمونا، ومن دون شك ستكون صور رائعة وجميلة جدا. ألف ألف مبروك للنخبة الجزائرية، ألف مبروك لمن شرف الجزائر في هذا المحفل الدولي العربي. صور جميلة جدا، الكل يتهافت على أخذ صورة تذكارية مع من صنع التميز في هذا الحفل الذي يحظى به الجزائريون والتشكيلة الجزائرية. هكذا هي. نحن دائما نرافق التميز، ومن دون شك السلطات الجزائرية كما جرت العادة دائما تبقى تستقبل الأبطال، تبقى تستقبل مجيد بوقرة بما فعله بالخطوات الأولى في عالم التدريب، لكنه توج بالذهب. يبقى مستقبل الجزائر مجيد بوقرة والبقية من دون شك. سنحاول دائما أن نبقى رفقة هؤلاء الأبطال الذين تميزوا والذين صنعوا الفارق في كأس عربية قطرية توج فيها بالنفس الطويل المنتخب الجزائري. على كل هذه الصور ستبقى خالدة. هذه هي الجزائر التي عودتنا على احتضان أبنائها. الوزير الأول بالميدالية الذهبية هو الآخر من دون شك، والأفراح في نفس الوقت تنطلق في شوارع الجزائر. هي هكذا الجزائر تفرح ويليق بها الفرح. الوزير الأول على هذه المتابعة. شرف الدين عمارة. إذن أبطال العرب خصوا باستقبال رسمي من قبل الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن ومستشاري رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم وأعضاء من الحكومة. المناصرون مشاهدين من جهتهم يصنعون أجمل اللوحات، ينتظرون بشغف لاستقبال الأبطال. سوف يتابع التلفزيون الجزائري في هذه الصور الحصرية موكب والحافلة التي ستقل الأفراد الخضر إلى ساحة أول ماي كما تشاهدون في هذه الصور. هي صور حصرية، صور حصرية تأتينا من ساحة أول ماي، وسوف يتابع فيها التلفزيون الجزائري كل حيثيات تنقل الخضر من القاعة الشرفية المتواجدون بها الآن من مطار هواري بومدين الدولي إلى ساحة أول ماي، حيث ينتظر أنصار الخضر مجدة بشغف المنتخب الوطني المرصع بتاج العرب لهذه الطبعة. وكاميرات التلفزيون الجزائري تواكب الحدث لرصد كل ما هو جديد. جديد يضاف إلى سجلات الكرة الجزائرية. وكما تتابعون الآن في هذه الصور الحصرية، نعود الآن إلى أجواء المباشر وأجواء التتويج. أبطال العرب حاملي الكأس العربية وهم يتبادلون أطراف الحديث مع وزير المالية، وزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن ومستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم كما تشاهدون في هذه الصور الحصرية للتلفزيون الجزائري. وذلك إذن قبل أن يتوجهون إلى الموكب الذي سيقلهم عبر عدة شوارع بالعاصمة وصولا إلى ساحة أول ماي حيث سيكون نعم كما تتابعون في هذه الصور التي يتابعها وينشرها لكم التلفزيون الجزائري في نقل مباشر وحصري من القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي.
نعم. التلفزيون الجزائري ينقل لكم على المباشر ويستمر في تغطيته المباشرة لهذا الحدث الهام، وصول المنتخب الجزائري إلى أرض الوطن عبر استديو تحليلي من تقديم ليلى بن فرحات وعبد العزيز بن سالم في استديو تحليلي وصور حصرية. ألف مبروك لنا مجددا. نهاية النشرة مشاهدينا، فرحة دائمة وتحية الجزائر. نترككم إذن مع هذه الصور. لها من صورة تحمل كافة طبعا عناصر المنتخب الوطني الجزائري، صور اللاعبين، نعم صور اللاعبين الجزائريين، بن عيادة، ميريزاك، بدران، توغاي، بونجاح، أيضا الحارس المنتخب الوطني الجزائري، يتوسطهم قائد الجوق إن صح التعبير مجيد بوقرة. هي الصورة الجميلة لأبطال الجزائر مبتسمون. هذه الحافلة فخورون بكم، فعلا نحن فخورون بهذا الجيل، بهذا المنتخب الذي صنع الفرحة، صنع فرح الجزائريين في كأس العربية. عبد العزيز، لحظات فقط وسيبدأ مسار هذه الرحلة، رحلة أنا أسميها رحلة الكرم العاطفي الذي سيلتقي فيه تشكيلة أو المنتخب الوطني، تشكيلة مجيد بوقرة، بمن ينتظرهم في كل شوارع العاصمة، بدءا من القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين. ستمر على كل النقاط التي حددت لهذه الحافلة. زهير جلول، مظاهر ولا أجمل ولا أروع من هذا. ربما أنت تعودت على ذلك لأنك عشتها في ربما السابق، النسخات السابقة الخاصة بالمنتخب الوطني وإنجازات المنتخب الوطني. والله حتى ولو نتعود، حتى ولو تشتاق إليها دائما، راح يشاركوا 58 ولاية فعلا، وخاصة الناس اللي عايشين في الخارج. صح. نعم، راح استدير بهذه الصور راح نجمع الشمل. صح. لأن نزيدوا، خاصة كاين شبان صغار اللي خارجين خارج البلاد، راح نغش في قلوبهم الفرحة وحب الوطن واحترام الراية الوطنية. أنا نظن هذه الأمور كلها تدخل في إطار حب الوطن. اليوم عندما تشوف أنت التتويج هذا، أنا نقول واش نديروا لهم هاد اللاعبين وهاد المسيرين وهاد الطاقم الفني؟ والله قليل. كما قال الرئيس تاعنا سيد بون، كما يقول لك، قال هذيك التغريده تاعو، الله يفرحهم كما فرحتونا. فعلا، ألف مبروك لأبطال العرب، الله يفرحهم كما فرحونا. لأن هاد الفرحه
طرحتي سؤال من قبل السي مترف قلتي له شحال الدوم الفرحه هذه الدوم طول وانت عايش سبحان الله. شوف هذا الصور والفرحه التي تتحدث عنها زهر فعلا هذه الصور معبره جدا. هادو خرجوا لسبب واحد فقط حتى يقولون شكرا لكم يا ابطال، يعني يقولون لهم شكرا لكم لهذا او لهذا الانجاز يعني. والله شكرا نقول لهم كذلك، احنا كلنا وراء فعلا دائما وابدا يا سبحان الله. احنا شوف شحال احنا كما يقول لك كاين بزاف اعداء النجاح، اعداء يغيروا منا كثير الناس من هذه الفرحه اللي نقسموها، ومهد احنا ما نزلوش نخلوا كما يقول لك الثغرات باش صح الفرحه تليق بنا والله تليق بنا ونستهلوها نستهلوها سبحان الله، لان احنا قلبنا كبير فعلا. وقلبنا ابيض ونحبوا بعضنا بعض ونحترموا بعضنا بعض. احنا شفت دخلنا البلاطو كل واحد يعنق في هذا وهذا، لان ما عندناش غير عاطفي الجزائري والله لست لانني انتمي لهذا الشعب ولهذا البلد الرائع جدا. الجزائري معطاء في عاطفته، العاطفه انت وما عندهاش حدود حقيقة. اي شيء يقال لك ان الجزائري ما عندوش عاطفه حتى في مناصرته، حتى خارج القواعد، حتى في اي مكان تشوفوا حتى كيفاش يناصر بلا جرينتا فيها عاطفه. وزنا عطينا الدرس للعرب. نعم. عطينا الدرس للعرب. ولو كل العرب اليوم عندما شفنا في المجالس فعلاً. في البلاطوهات يشيدون بالجزائريين، يشيدون بالجماهير الجزائريه، باللاعبين، بالمدربين. والله ربي يحفظ هذه البلاد، يحفظها من كل سوء، ونتمنى التوفيق، وخاصة إن شاء الله نزيدوا أجواء هذه في نهائيات كأس إفريقيا إن شاء الله. إبراهيم زافور راك تشوف هكذا إبراهيم يعني زافور وعاشة ويعيش معه في جوارحك الحفيلة زافور عرف واحد يعني بين الجمهور زافور فوق الحفيلة خلاص والله استقبال حار ومستحق بالنسبة لأبطال لأبطالنا. نشوف يعني اليوم ولو انه في ساعه متاخره عن الوصول، كان في ساعه متاخره ولا حاجه، لو كان يعني اكيد لو كان يعني الوصول في النهار كان يكون توافد الجمهور اكثر، لكن نظن اليوم راهي فرحه بالنسبه لكل الجزائريين، ولو انه الناس تنسى لكن التاريخ ما ينساش هذا التتويج، يعني كل تتويجات نظن انه التاريخ يسجل يعني تتويجات المنتخب الوطني خاصه لانه مثل الراية الوطنية اليوم يعني وصول أبطال يعني العرب اللي قاموا بدورة ممتازة بكل جدارة. نظن كل لاعبين أدوا لعليهم داخل الميدان، الطاقم الفني، الطاقم الطبي، نظن كلهم مشكورين على هذا التتويج. ويعني وانا نشوفه يعني في هذه اللحظات نعم في هذه اللحظات كما نشاهد في الصور اللاعبون أدا في هذه اللحظات يغادرون القاعة الشرفية ويستعدون طبعا كل المنتخب كل أعضاء المنتخب يغادرون في هذه الأثناء القاعة الشرفية باتجاه الحافلة لامتطاء الحافلة التي خصصت لهم الحافلة المكشوفة التي ستجوب كما ذكرنا الشوارع والساحات العامة أبرز الشوارع والساحات العامة هنا في العاصمة الجزائر يوسف بلايلي وكل اللاعبون. إذن في هذه الأثناء صور تأتيكم مشاهدين على الهواء مباشرة، الخضر يغادرون القاعة الشرفية بعدما حطت طائرتهم طبعا في حدود الساعة 8:10. الفرحة والسعادة بادية على محيى اللاعبين وأكثر اللاعبين الذين يحضوا مترف بالصور. أعتقد يوسف بلايلي الذي يجد مضايقة من الجميع من أجل أخذ صورة تذكارية أصبح نجما فوق العادة. بطبيعة الحال الصور هذه تعبر عن نفسها وتعبر على حب الجمهور الجزائري للمنتخب الوطني، وهذه يعني أشياء كنا نشوفها في السابق يعني في التأهلات للمونديال شفناها في 2010 شفناها في 2014 وشفناها في 2019 والآن رانا نشوفها في كأس العرب يعني بجد واستحقاق. يعني نشكر اللاعبين ونشكر هذا الجمهور وهذا الحشد يعني اللي جاي آزر المنتخب. حتى أمهاتنا في الجزائر الكل أصبح يتابع كرة القدم ويعرف بالليلي ويعرف بنجاح ويعرف بطبيعة الحال مادام احنا رانا هنايا ورانا كرياضيين وكتقنيين الآن يعني الأمهات كلها تتابع حتى يعني اللي ما عندهمش أولادهم يعني يتمنوا يكونوا أولادهم يوم ما يفرحوا يعني
الجمهور هذا الغفير. إذن هذه صور قلت خروج عناصر المنتخب الوطني من بهو القاعة الشرفية بمطار هواري بمدينة الدولي تواليا لبلوغ الحافلة التي ستقل كل العناصر وبالتالي تجمع هذه التشكيلة بعشاقها عبر كل نقاط مسار هذه الحافلة عبر الجزائر وشوارع الجزائر العاصمة في انتظار الأهازيج، في انتظار ربما الأفراح بالعزيز بن سالم، لأننا تعودنا ونريد المزيد. هو كذلك وسط مثل ما نشاهد وسط تنظيم محكم من طرف المنظمين، طبعا هذه حافلة المنتخب الوطني الجزائر في الجزائر. في المقابل نشاهد هذه الصور التي كاميرات التلفزيون الجزائري منتشرة في كل مكان. هذه الإشادة التي يلقاها المدرب المنتخب الوطني الجزائري، اهتمام لكل شخص. مجيد بوقرة طبعا البرافو، العلامة الكاملة هنا. عناصر المنتخب الوطني الجزائري يمتطون الحافلة المخصصة لهم والتي تحمل شعار فخورون بكم. فعلا نحن فخورون بكم. ما يزال أفراد المنتخب وعناصر المنتخب وكل المنتخب من لاعبين وطواقم فنية وطواقم طبية يلتحقون في هذه الأثناء. هذه الصورة التي تأتيكم كما تشاهدون لأبطال العرب. سنشاهد بعد لحظات بلا شك سنشاهد الكأس العربية، الكأس الغالية، الكأس التي أخرجت الملايين من الجزائريين هنا في الجزائر. أكيد هنا في الجزائر وخارج الجزائر. الصورة كاميرا التلفزيون الجزائري متواجدة ليلة داخل الحافلة بعد لحظات للإقلاع للانطلاق نحو هذه الجماهير التي تنتظر بشغف. واستغربت ان الحافلة عاودوا داروا الصور تاع كل الفريق هاي. فعلا رفقة مجيد بوقرة في 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 ظرف 24 ساعة. نعم. وهذا حاجة عظيمة. نتكلموا على مجيد بوقرة بلا ما ننساو المساعدين تاعو. نعم. جمال مصباح. مصباح يستحق التحية أيضا. ومحمد بن حمود. نعم. كذلك وحسن وكل الطاقم الفني اللي كان معه، حتى سمير بريكسي كان معهم عاود نتلاقى وهتم في القطر. أنا نظن كلهم يستاهلوا تقدير أولا والشكر على كل شيء اللي داروه في ظرف قصير. ما كناش كنا احنا متفائلين خاطرنا عرفوا اللاعبين نتاعنا، بصح ما كناش ننتظروا هذا التتويج. كنا نتوقعوا هذه الفرحة اليوم في البداية. كاين بزاف اللي كانوا فعلا ما كانوش مأمنين بهذا الفريق. أمنين أولا، وخاصة مع اللي واسمها اللاعبين اللي استدعوهم للدورة هذه. نعم. قالوا علاه ما ديش فلان وعلاه ما ديش فلان، أو نظننا بلي اللاعبين اللي يكونوا هذا الفريق مدوا فوق اللي عليهم. سي عبد النور، حتى المنتخبات الأخرى شاركت بخيرة لاعبيها، يعني بأحسن اللاعبين تاعها، المنتخب التونسي، المنتخب المصري، كلهم مغربي، تقريبا لعبوا بالفريق ألف. حنا كما نقولوا دوك ألف. نعم. أنا قلت لك أنا منتخب في زوج ألف. يعطيك الصحة. نظن بني ما كانت سهلة. صح. وشفنا التحسين تاع الفريق مباراة لمباراة. في البداية كنا شاكين شوية في التنسيق ما بين اللاعبين في الملعب، وكملناها وشفنا المباراة الأولى الثانية كان يحسنوا في المستوى تاعهم، ووصلنا في النهاية هذا مع تونس. وكأنهم كانوا محتاجين مباريات فقط لربما الاندماج فيما بعضهم. يعني شوف زهير كان في المنتخب مع سعدان في هذاك الوقت، نوجهوا له تحية للسيد عبد الرحمن او عبد رابح سعدان عفوا، في المنتخب اللي هو ايضا فرحنا كثيرا. نكونوا في المنتخب حتى انا وقت اللي كنت مع وحيد ومع بن شيخه، عندك صعوبات باش تقدر تخدم بكل سهوله. نعم. عندك برنامج تاعك وما يسمحلكش باش تقدر تخدم براحه، لازم توصل عندك مباراه، لازم تكون جاهز في هذه المباراه. نعم. وهنا شفناها تلعب مباراه كل 3 ايام وكل 4 ايام، ما هي سهله. والحمد لله وبريتم يعني وريتم قوي، واغلب المباريات وصلنا فيها ل 120 دقيقه، واحيانا ضربات الترجيح. نحن مباراه برك تاع السودان. نعم. كانت تقريبا كانت سهله. نعم. ونبداو باللبنان اللي كانت مباراه صعبه، والمنتخبات الاخرين اللي لعبنا معهم لعبنا نهائيات. والبارح الحمد لله
احنا كنا مع الاول كنا خاجين، شفنا الربع ساعه الاولى ولا كنا شويه متخلقين، ومن بعد اللاعبين عاودوا دخلوا في المباراه وكملوها بهدفين، وهذا نشكرهم كلهم كاللاعبين كالكل المسيرين كالطاقم الفني الطاقم الطبي. نعم طهرات يكتشف الاجواء عبد العزيز بن سالم. كنا نشاهد في طهرات، كنا نشاهد ايضا في بن عياد الذي اصيب بالامس وغادر المباراه، ولكن كان نجما من نجوم المنتخب الوطني الجزائري في هذه الدوره. نشاهد ايضا الطيب مزياني، نشاهد ايضا زروقي، ابراهيم. لما نشوف هذه الصور ولما نشوف هذا الاستقبال، اعتقد انه لا فرق بين الفريق الاول والفريق المحلي ان صح التعبير في الاستقبال، في هذا الاهتمام، وحتى الاهتمام ربما الرسمي وايضا الاهتمام الجماهيري. يعتبر تتويج تاريخي عبد العزيز، هذا يعني التتويج خاصة يعني الفرحة تكون خاصة عند اللاعبين، عند الطاقم الفني، عند الطاقم الطبي اللي تعبوا كثير بالنسبة لهذه الدورة، لكن يعني شاركونا الفرحة بهذا التتويج ورجعوا به للجزائر. نظن كل الجزائريين هم فرحانين بهذا التتويج، لكن سواء كأس إفريقيا أو كأس العرب، يعني سموها كأس العالم للعرب، يعني عندها أهمية كبيرة، خاصة أنها على شعار الفيفا، يعني تعتبر يمكن من بداية إبراهيم أنه الفيفا ما نقولوش تشرف لكن تتبنى منافسة عربية، يعني هذا يعطيها مصداقية أكثر. يمكن من بداية هذا الدورة يعني راح ترجع يعني دورة رسمية بالنسبة للفيفا، وما أكده ربما رئيس الفيفا بالأمس أكد بأنه هنا رأنا نشوفه يعني أهمية. الجميل أيضا هو أنه الفيفا ترسم التعامل باللغة العربية على مستوى الفيفا، هذا ربما مكسب آخر أيضا، وخاصة أنه حضر يعني حضر من بداية حتى لنهاية هذه الدورة، يعني وكان منبهر بالمردود فعلا، وخاصة بالتنظيم، ما نقصش من قيمة التنظيم ومن ملاعب عالمية. نعم، والجزائر أيضا لا ننسى أنها ستحتضن في 2023 الشان إن شاء الله نعم. الكأس إفريقيا يعني إن شاء الله المحلية. الأخبار الجميلة تأتي تواليا، والإنجازات حسين مترف تأتي تواليا، ما زالت كأس أمم إفريقيا بالكاميرون نتمنى دائما أكيد، بعدها مونديال قطر، يعني المنافسات موجودة والإنجاز نتمناه. هناك عمل كبير يعني ينتظر المنتخب الوطني، وين باللغه الفرنسيه نقولوا زومي لا بارتريو، يعني فعلاً. لازم يعني دوك يبينوا ما في هذه الاثناء تستعد، اكيد تستعد لمغادره محيط مطار الجزائر الدولي وسط حضور جماهيري كبير كما كان منتظرا، لا البرد ولا اي شيء يمنع هؤلاء من حضور لدرجه الحراره ولا حراره الانتماء. اكيد حراره الانتماء لهذا الوطن الحبيب، الوطن الغالي. اكيد ستكون صور هذا المساء، هذه الليله مشابهه تماما او اكثر طبعا مثل ليله الامس. لقد لو لم اكن جزائريه سابحث عن جزائريتي اينما كانت، لا اريد ان اكون غير ذلك. هذا العلم الوطني الذي يزين طبعا حافله المنتخب الوطني الجزائري، دائما تحت شعار فخورونا بكم يا ابطال، فخورونا بكم يا ابطال الجزائر. صوره جمال الدين بالعمري أيضا واحد من الذين أدوا دورة متميزة فعلا، دور نصف النهائي هذا. ياسين إبراهيمي الصور تأتينا لكم كل التعليق. نعم أحسن لاعب في الدورة هذا سوداني، هلال سوداني الذي شارك في مبارتين أعتقد في هذه وسجل أيضا في المباراة الأولى أمام السودان، سجل الهدف الرابع، كان وجوده مع المنتخب الوطني الجزائري أكيد له دفع معنوي كبير خاصة للاعبينا الشباب. الحافلة أيضا في هذه الأثناء تتحرك رويدا ليلى، هذا قائد الكتيبة مجيد بوغرا أكيد 39 عام، أصغر مدرب في كأس العرب ينال جائزة أفضل مدرب، وأيضا ينال الكأس العربي عن جدارة واستحقاق في أول استحقاق، محظوظ لأنه بدأ جيدا أكيد. بدأ مشواره التدريبي حتى وإن تألق في الدوري القطري، لكن مع منتخب كمدرب لمنتخب بلد بحجم الجزائر فأقول له أنت بدأت جيدا.
أكيد، والصور إذن تأتيكم حصريا عبر قنوات التلفزيون الجزائري وعلى الهواء مباشرة كما تتابعون. الجماهير الجزائرية تحتشد في انتظار وصول حافلة المنتخب الوطني الجزائري التي تحركت ليلة، أو الحافلة التي في هذه اللحظات نقول أنها دعني أقول أن تغادر. منارة المسجد الكبير تزيد ربما الصورة تباهى، الشارع جمالا والجزائر جمالا أيضا ونورا كبيرين أكيد. ورويدا سنشاهد وصول النخبة الوطنية وحافلة النخبة الوطنية، والله أتشوق لرؤية ذلك التفاعل بين محبيهم وبين ربما الأجواء التي سيصنعها لاعبي المنتخب الوطني الجزائري عبد النور كاو. شوف كي نشوفوا الصور هكذا بدون تعليق، والله احيانا نحب نشوف ما نعلقش عليها تماما بدون تعليق. وقت اللي نشوفوا خاصه اليوم الحال ما مزيان، ما كانش الشتاء صح، او الحال بارد من البارح احنا في ملعب 5 جويليه، ورانا نشوفوا رانا نشوفوهم في الشارع من الساعه ممكن على 5 ولا 6 تاع العشيه، وهم قاعدين هكذا ممكن تحت 12 تاع الليل. ما نقدروش نقولهم بارك الله فيكم، ومشي قال واحد يخرجوا، زمان كنا 40 مليون نعم. 5 ملايين يخرجوا و35 والله، وحتى مراسلين اليوم العكس عبد النور ممكن 5 مليون في الدار. حتى مراسلين خليني نوجه لهم التحيه لانهم متواجدين في كل النقاط في هذا البرد اللي مزياني نقل مزياني الذي تألق مكبر لواحد ايضا من نجوم القادمين. قلت عبد العزيز بن سالم كل الفرق التقنيه للتلفزيون الجزائري موجوده خارجا لضمان هذا النقل المباشر والحصري. مش حاجه سهله، ليس سهلا تماما حتى تنقل صورة مباشرة من كل أرجاء ربما العاصمة أو المسار الذي سيسير عبره شبكة مفادينا ليلى، شبكة مفادينا ومبعوثينا عبر كافة المحطات طبعا الرئيسية التي سيمر عبرها موكب المنتخب الوطني الجزائري، سنتواصل معهم بلا شك. حتى في الولايات أمس قدموا صور رائعة جدا، أكيد 58 ولاية ضمنوا تلك الصورة عبر 52 ولاية 52 ولاية عفوا. وهذا هو قلت المسجد الكبير، دعني أكتب شعرا في منارة هذا المسجد الكبير. والله لما تشوف اليوم تعرف العاصمة وتتعرف عليها من بعيد بفضل أو من خلال جمال هذه السمعة وهذه المنارة وهذا المسجد الذي زاد الشارع والعاصمة بهاء أكيد. صورة جميلة تأتيكم مشاهدينا، والتلفزيون الجزائري دائما يحرص على نقل كل كبيرة وصغيرة ويحرص على مواكبة كل الأحداث في هذا الوطن. عبد العزيز تكلم لي على الصور اللي راهي تجينا من الحافله، يلا خلينا نسمعوا حتى اللاعبين واش يقولوا. اكيد كاميرا التلفزيون متواجده مع اللاعبين وهذا هو الاجمل طبعا. اريد ان نرصد وننقل لكم كل كبيره وصغيره، جزئيات حتى الجزئيات ليلى، نحرص على ان تصل للمشاهد وهو في بيته وهو يشاهد قنوات التلفزيون الجزائري، نشاهد طبعا الزميل هشام سعد. إذن اللاعبين هنا كاميرا التلفزيون الجزائري والخدمة العمومية طبعا التي نحرص دائما على أن نقدمها لمشاهدينا في كل مكان. هي الصورة إذن تأتيكم إبراهيم، يمكن تدخل في أي لحظة عادي جدا. لا أدري هيكل، هل ممكن أن نتواصل مع أحد من ربما موفدين إلى كل الأماكن أو حتى مع الزميل هشام من على متن الحافلة إذا أمكن؟ نعم، قلت هذه صور أخرى جميلة، صور انتظار، صور شغف، صور عاطفة جدا. نعم عبد العزيز كبيرة جدا، ينتظرون يتطلعون إلى ربما وصول المنتخب الوطني الجزائري، ينتظرون بشغف. حسين مترف، أنت كلاعب قل لي أنتم واش تحسوا كي تكونوا تشوفوا هكا الجماهير تسنى فيكم؟ يعني هذا فخر كبير بالنسبة لكل لاعب الآن راويش الأماكن المخصصة لرؤية المباريات. وش راح نقول لك، يعني هذا الجمهور
راه يستنى في محاربين يعني هادو لاعبين حتى اللاعبين ما شاء الله حتى كي نجيو نتكلموا يعني على المباريات اللي نتكلموا مباراه المغرب ومباراه قطر ومباراه تونس مباريات كلها 120 دقيقه ما يخفالكش باللي المنتخب القطري فاز ب5-0 يعني فاز بكل ارتياح فاز في الشوط الاول بكل ارتياح وقابل المنتخب الجزائري وين كان تعبان يعني الضغط اللي كان مع فريق المغرب لان الفريق المغرب ما يخفالكش انه فريق جد يعني جد عنده 5 سنوات هو يلعب مع بعض جد ممتاز وعنده مباراه مقبل ريحه كل لاعبين تاعو فريق كان عنده شو الفرق اللي المنتخبات اللي لعبنا ضدها كان رغم ذلك يعني تكلم الشيخ كاوا وين قال لك الفتره والتحضير قال لك مشكل كبير بالنسبه للمدربين في التحضير كيفيه يعني استرجاع اللاعبين المشكل هذا كان عندنا احنا المنتخب الجزائري ويعني شابو للطاقم الطبي اللي عاود استرجع بونجاح تبليسة عاود استرجع بليلي تبليسة كاين عده لاعبين استرجاع لاننا قلت لهم انا امام المنتخب والله كنت امام المنتخب المصري كنت حطيت تغريده يعني قلت اخشى الاستنزاف البدني فقط لانه تلعب نتايا هذاك الوقت كله وتكون متعادل وبعدها يعني تستنزف حتى يعني في مباراه لكن بعدها بين لنا المنتخب الوطني الجزائري انه حاجه ما تتلعب القلب والقلب العزيمه والقلب حتى المباراه النهائيه كي نشوفوا رحنا مع الفريق كما نشاهد في هذه الصوره تحتشد على جنبات الطرقات طبعا التي سيمر عبرها موكب المنتخب الوطني الجزائري مثل ما نشاهد وهذه الصور اذا مشاهدينا الكرام مشاهدي التلفزيون الجزائري اتصال مباشره بهشام سعدودي نعم نشير على الحافله الخاصه المكشوفه التي تقل عناصر المنتخب الوطني وفد المنتخب الوطني الذي عاد من الدوحه وكان في استقبال طبعا مثل ما شاهدتم على المباشر في نشرتها الثامنه دوله رئيس الحكومه مرفوقا بمستشار الجمهوريه واعضاء من الطاقم الحكومي وفد المنتخب الوطني قام بمسح البسيار ثم اعتلى هذه الحافلة التي تقله إلى وسط العاصمة مرورا بشوارع العاصمة الرئيسية طبعا من مطار هواريبو مدين مثل ما تشاهدون هذه الصور مرورا بالدار البيضاء باب الزوار وبعض الأحياء العاصمية مثل ما تشاهدون معنا مهندس نجاحات المنتخب الوطني أترك عليكم ربي يحفظك الرحلة كانت متعبة جدا وقبلها البطولة كانت متعبة جدا الرحلة كانت متعبة والبطولة كانت متعبة كانت شاقة وكانت صعبة والحمد لله ربي ما خيبناش فضل مجهودات اللاعبين وكل الطواقم الفني الإداري الطبي الكل مشكور على ذلك والحمد لله الاتحادية تسير وفق استراتيجية وسياسة أثنى عليها كل العرب منتخب أول بطل إفريقيا منتخب ثاني أيضا بطل للعرب من الجانب التنظيمي اللوجستيكي أيضا احترافية عالية وصلتوا إليها هنيئا لكم الحمد لله تواضع منذ ما جاء جمال بالماضي غرس في ذهنية اللاعبين اللي يكونوا يعني مدعوين المنتخب الأول والمنتخب الثاني غرس فيهم ذهنية المحاربين احنا والحمد لله هذه ولا المحليين الحمد لله خليك نعيش فعلا لحظات هيسيرية من الفرح الجماعي لأعضاء المنتخب الوطني ينقص للأسف الشديد الرئيس صنبولحي ولكن بركة في حضر برايم والبقية طبعا اللاعبين ما نقدروش نقاطعوهم في لحظات الفرح التاريخية مزياني اكتشاف الدورة مبروك عليكم التتويج مزياني مرسي بوكو والله الحمد لله اللي فرحنا هذا الشعب كما راك تشوف ما كناش نستناو فيها والله فرانشمون حاجة ما تكونش كما نقولوا ما كناش نصورها هكذايا الحمد لله الشعب زعاف كي راطيت هذيك لاكسيون تاع لافيرا في هذيك اللحظات واش كنت تقول لنا؟ دونك فيكم قبل تورنوا تروا سيونس دونتريمون برك تلاقيتوا كيفاش درتوا هذاك الجروب التوليفة هذيك؟
نو احنا انت عارفوا من قبل وكما نقولوا احنا الفلسفه تاعنا اللي صاجري ان نعرفوا كيفاش نلعبوا مع بعضنا دونك ما كانت صعيبه وكما نقولوا احنا الراحه تاعنا كما نقولوا احنا امبوسيبل نخسروا ولازم نفرحوا الشعب تاعنا تمام يعطيكم الصحه برافو خليك تفرح مع اصدقائك خليكم ايضا تشاهدوا بعد اجواء الفرحه او معنا شرف الدين عماره رئيس الاتحاديه الجزائريه كره القدم على المباشر مبروك علينا وعليكم الله يبارك فيك وهنيئا لكل الشعب الجزائري بهذا التتويج العظيم وان شاء الله دائما الافراح لكل الشعب وعلى كل الشعب اليوم ساعه وفرحان يعني في ساعه كما هذه في شوارع العاصمه البرد الطقس ولكن يعني كان في الاستقبال في هذا الاستقبال الاسطوري دائما نقول انه الشعب الجزائري يحتاج الى تعبئه ليعبر عن حبه للفريق الوطني ومساندته للفريق الوطني هو شعب معبئ طبيعيا ونظن هذه الدليل هذه المناظر اللي نشوف فيها هذه مظاهر تفرح الشعب وتفرح اللاعبين اللي يشوفوا باللي هناك عرفان لما قدموه لهذا يعني حتى لافراح هذه الجماهير برافو خليك تفرح ولنا عوده ايضا معك اذا الفرحه هي السيريه في مثل ما تشاهدون نقل مع يوسف يوسف هاي مبروك مبروك عليكم وعليكم وعلينا الله يحفظك مبروك علينا اخويا يوسف انت بالتخصص قلت كانت هذه بعض التصريحات من على متن الحافلة التي تقل المنتخب الوطني الجزائري مع زميل هشام سعدودي وهذه صور أخرى تنتظر بشغف وصول هذه الحافلة لتتفاعل معها ومع أو مع أبطال العرب فشكرا لكل من هندس لهذه الفرحة ولهذا الإنجاز الكبير صور دائما نذكر مشاهدينا الكرام أنها حصرية للتلفزيون الجزائري الذي أبى إلا أن يكون الوسيط لنقل هذه الصور بينكم وبين المنتخب الوطني الجزائري بين المشاهدين وبين المنتخب الوطني الجزائري بين عشاق المنتخب الوطني الجزائري وعشاق الجزائر عبد العزيز وكذلك مثل ما كنا نشاهد قبل قليل زميلتي ليلى التصريحات الحصرية في على متن حافلة المنتخب الوطني الجزائري طيب مزياني السعادة والفرح رغم قلت أنه قال أنه أهدر فرصة افتتاح مجال تهدي بطريقة ربما ساذجة ولكن قال بأني ضيعت هذه الفرصة لا يجدر أن أضيعها في النهائي يعني ولكن يزيد في الخبرة أكيد مثل ما أيضا استمعنا لرئيس الاتحاد الجزائري الذي قال لكرة القدم سيد شرف الدين عمارة الذي قال بأننا نهدي هذه الكأس لكل الجماهير الجزائرية وقال عندما طبعا فاز المنتخب كنا ننتظر ونتوقع أن تستقبلنا هذه الجماهير الشغوفة والعاشقة لكرة القدم والعاشقة للمنتخب الوطني الجزائري إذن زهير هذه الصور تأتينا مباشرة صور من كل الزوايا زهير أنت تعرف جيدا معنى أن يستقبلك هؤلاء الجماهير أنت عشت هذه اللحظة عشت هذه التجربة قبل تقريبا 10 سنوات مع المنتخب الوطني الجزائري تلك الرغبة في رؤية هؤلاء الجماهير والرهبة أيضا التي الرهبة التي تمتلككم وأنتم تشاهدون هذه الجماهير جحافل المناصرين واحد يقول الحمد لله اللي ربي سخرنا الأمور باش نكونوا استدير من بعض الناس اللي شاركوا الجزائر وفرحوا الجزائريين هذا فخر لنا وهذا إلا واجب وطني كل واحد لازم يدير الدور تاعو التويج تاع كل المدربين الجزائريين عندما اليوم نتكلم على اللاعبين نتكلم على كل اللاعبين حتى اللاعبين القدامى وحتى اللاعبين كل جل اللاعبين نقول لهم شكرا اليوم عندما نتكلم على كل هذه الفرحة نتكلم على نقولوا القوة تاع الدبلوماسية الرياضية لأن اليوم الفوز تاع الدبلوماسية الرياضية هي اللي خلتنا اليوم نفرض نفوسنا في هذه المحافل الدولية خليني نوجه تحية والله لكل رجال الجزائر الذين يضمنون هذا السير الحسن نشاهدهم رجال الشرطة وأيضا أنهم يجروا يعني داخل الطريق باش يحافظوا على سلامة اللاعبين وعلى سلامة يعني حتى سلامة الحضور شحال مسافة
الصف ابراهيم ربما اللي يمشوها واللي يجروها شكون راح يربح يؤمنون المسلك مسلك المنتخب يمكن نشوفوا شكون راح يربح الماراثون اليوم يعني تحيه لهم والله التحيه لا تحيه واحترام وتقدير لكل يعني اعوان الامن نظن يعني انا نشوفوا انه احنا كلاعبين قدام الشرف وفخر لنا ان كنا يعني من نصيب هذا المنتخب الوطني واليوم يعني كاين لاعبين واحد اخرين يعني شرفوا احسن تشريف لهذا المنتخب نظن الفخر او الشرف لهم انهم راهم يمشوا في هذه الشوارع ويكون عندهم يعني تلامس مع الانصار اللي جاوا يعني مع المواطنين خاصه يعني الفخر انهم حملوا الالوان الوطنيه على منصب انه منصب التتويج هي صور طبعا ليله من حافله المنتخب الوطني الجزائري من الحافله المكشوفه كما نشاهد وكما نتابع في هذه الصور الفرحة بالتأكيد عارمة والتجاوب أيضا بين اللاعبين والمناصرين صور بالتأكيد تبقى للتاريخ الكثير من اللاعبين الذين ربما يأخذون صور تذكارية عبد النور لم نشاهد الكأس لحد الآن لا شوف أنا نعود نبرك على اللاعبين سمعت مزياني كان يقول لك ما كناش نسناه هذا الاستقبال كان بزاف اللاعبين الجدد اللي ما يعرفوش في هذا الفريق هذا كاين 6 لاعبين اللي كانوا في كاس ضمن 6 و7 اللي كانوا في كاس افريقيا عاودوا يعيشوا هذا نفس الاجواء هذه حاجه عظيمه وهاد الصغار هذو كيما مزياني كيما توغاي كيما هم يسون تران ديكوفرير هاد واسمو وخلي نشوف انا الشعب هذا ما نقدرش نتكلم صوره تتكلم ساعود اليك عبد النور كاو وسنذهب مباشره مره اخرى والاولويه اكيد للاجواء التي هناك هشام سعدودي ماذا لديك ايضا مرحبا مجددا ليلى اذا مثل ما تشاهدون الفرحه عارمه هيسيريه اجواء جماهيريه كبيره جدا سكان الدار البيضاء وبزوار خرجوا على حواف الطريق المؤديه الى الجزائر العاصمه من مطار الجزائر نحو العاصمه يصطفون حول حواف الطريق لتحيه ابطال العرب ابطال كاس العرب في هذه الطبعه معنا بوغي مجيد تحدثنا معك هدرنا معك بزاف لاعب بجرينتا وقائد المنتخب الوطني التاريخي هذا كان عند ترك الان مجيد مدرب يقولوا المدرب صرفلت هو لا بيرسوناليتي ديالو صرفلت لي جوار ديالو كيما يكون المدرب يكون لي جوار تاعو هاسكو صح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فرحانين كي نشوفوا الشعب فرحانين هكذا كي نلعبوا الكره نلعبوا باش نفرحوا الشعب هذه لا بريو نحفظناك وحنا صغار نلعبوا بور الشعب ايه بيان سور نو فوالا لا بروميير دي شوز On félicite les joueurs Estero. Les joueurs ont été magnifiques. C'est eux les héros, c'est eux qui ont mouillé le maillot. Houma, Beino Belli, Haboul Zazayer, ou Hadik la compétition mécanique. Majid, coach, Teltiyat, 3 séances d'entraînement, 5e après le tournoi. يعني كيفاش درت باش لميت هذا الجروب البلون دو ترافاي راح لك كاع مع ليكيب الاولانيه واش درت يعني فريمون سي ماجيك انت ماجيك ودرت هذا ترافاي ماجيك باش لقيت التوليفه ليكيب اللي تلعب بها الجرينتا وديت لنا كوب دارك احكي لنا سي كوا لا سوس فرونشمون مي خليني نكمل لا ريبونس تاعي فازي ما تعبش فازي نو سا في بارتي دو ميتي سي فري ماشي ساهل كي عندك Un nouveau groupe Hagda, pour attaquer la cohésion, la tactique en 3 séances. Ce combat qui donne le Moubara le 1er décembre, qui n'a que des séances de récupération. Et non, qui a la chance d'avoir des joueurs professionnels très matures, qui ont vite compris, et des joueurs de l'équipe A qui nous ont aidés aussi pour justement, il faut rapidement tactiquement, les connexions entre les joueurs comme par exemple Bagdad, Youssef Belaïli. Yassine Brahimi aussi, ça nous a beaucoup aidé. Et voilà, non, c'est la continuité de l'équipe A. Comme je le dis toujours, nous remercions Jamel Belmadi qui a cru en moi. Et voilà, donc on félicite les joueurs, le chef,
ان تكون لما وبابا يطول في عمرهم ما جيت فرحت الشعب دائما مي سورتو في الماتش تاع باكزومبل التونزاني الماتش تاع عم درمان الماتش تاع لاكاليف في ماتش بارس كونتر بوركينا فاسو الماتش لي ماتش تاع كوب دي موند في لي ماتش بزاف ودوكا كمدرب زدت فرحتنا يعني فريمون الشعب الجزائري يحبك بزاف ويقدرك بزاف يعني سي كوا واش هو السر اللي يخليك تلعب بهذا الجرينتا بهذا الروح من المنتخب كلاعب ودوكا كمدرب الحمد لله الحمد لله بقى Ça a toujours été comme ça. Quand tu travailles, quand tu es sérieux, quand tu crois en toi, et le plus important, c'est de voilà, tu travailles pour l'ALM, et c'est ça qui te surpasse, c'est ça qui te motive. C'est ce qui a motivé les joueurs aussi. Donc c'est un tout. Après, voilà, encore une fois, on remercie tous les supporters. Voilà, c'est leur moment de bonheur. C'est mérité. Quatre matchs difficiles. On a joué que les grosses équipes. On a enchaîné beaucoup de prolongations. Et voilà. Maintenant, c'est place à la fête. Pour Majid, le meilleur moment pour la Coupe d'Arabie, c'est quoi? C'était quoi? Les pirates contre le Maroc. Le but de Belaïli. C'est un moment assez spécial, surtout de 1. Bien sûr, le pénalty qualificatif. Le Qatar aussi, les dernières minutes. Et le dernier but aussi contre la Tunisie, des émotions assez spéciales. Et Alhamdoulilah, franchement, on félicite beaucoup les joueurs. Voilà, si Staro, Salou, Koulesh. Adani, Salou, Koulesh, Allah, Yatikul Khair, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesbah, Jamal. Non, on est en direct, mais on est en direct. Au moins, Brouk Alik, Mesbah. Au moins, Brouk Alik, la Kamel. Barak Fik, merci, je suis content, très fier pour l'Algérie. On a fait un super tournoi, magnifique. Franchement, mbrouk علينا وعليكم ميرسي برافو اكسيلون ترافاي ابراهيم الله يحفظك خويا الله يحفظك مبروك علينا وعليكم الاداري في المنتخب الوطني ابراهيم رجل الظل اخويا سي تون كونسيكراسيون بارك الله فيهم لي جوار لي كانوا رجال سور تيران وهذه هي مبروك على الجزائر سي ان تروفي كوميم سي اون بروميير والحمد لله الحمد لله على كل شيء بارك الله فيكم صح ميرسي صح نترككم مع الاجواء الانصار في هذه اللحظات كما قلت على حوافي الطرق الآن ندخل مدينة الدار البيضاء تماما نحن في مدينة الدار البيضاء مثلما تشاهدوا الألعاب النارية هزيج الأنصار صغارا وكبارا يحيون أبطال العرب عرب فيفا كاب في طبعتها الأولى تحت لواء الفيفا ب أداء متميز راقي رجولي روح جرينتا وطنية وما إلى ذلك نستمتع سويا بهيسيريا الفرحة إذن هذه صور رائعة جدا شكرا لك هشام سعدودي فقد استوقفتني كلمة قالها مجيد بوقرة قال أنني تعلمت الكثير على جمال بالماضي أقول لك من هذا المنبر أنك أحسنت اختيار المثل ببساطة لأن مثلك اليوم لا يرضى بالهزيمة أتحدث عن سبيشال وان الجزائري أتحدث عن جمال بالماضي هكذا هو كذلك أولا نشكر كما ذكرت زميلنا هشام سعدودي الذي نقل لنا هذه التصريحات الحصرية ربما أول تصريحات لعناصر المنتخب الوطني الجزائري والناخب الوطني جمال بلماض أو مجيد بوقرة طبعا عقب وصولهما إلى أرض الوطن جمال بلماضي أو مجيد بوقرة الذي قال بأنني تلميذ جمال بلماضي فعلا. قال أنا كما ذكرت لي تعلمت من جمال بلماضي اليوم قال الحاج حقق كل هذا لازم أنك تكون تحب البلاد وتضحي من أجل هذا العالم الوطني أكيد نظن أنه مجيد بوقرة راه في سلسلة جمال بلماضي اللي قام يعني بمشوار يعني ممتاز راه من أحسن مدربين صح. في العالم فعلا. يعني هذه الأشياء كلها تحتسب على
الناخب جمال بالماضي ومجد بوقرة راهو في سلسلة تاعو راهو شكره يعني لأنه أعطاله الثقة اللازمة والكافية باش يعني يكون مدرب للمحليين. هو المساعد هو على فكرة هو مساعد في الفريق الأول أكيد لا يعني في أكيد في المباريات الأخيرة شفنا يعني ما كانش لأنه كان يحضر أكثر كان يعني كان يحضر أكثر في فريقه يعني المحلي لكن راهو في سلسلة نتائج إيجابية راهو قام بدورة ممتازة ورجع يعني باللقب يعني هذه الأشياء كلها تحتسب سواء لجمال بن ماضي أو لمجد بوقرة. شكرا. هي ذات الصور تصلنا تواليا من أو على المباشر حصريا على التلفزيون الجزائري من شوارع العاصمة في انتظار وصول حافلة المنتخب الوطني الجزائري التي تقل أبطال العرب عبر كل شوارع العاصمة إلى كل نقاط هذا المسار الذي يتبع هذه الرحلة وستمر عليه. قلت أجواء رائعة سبحان الله على هذه العاطفة وعلى هذا الحب المتبادل بينهم عبد العزيز. نعم منذ قليل منذ دقائق كانت تقريبا في الحافلة في أرجاء بلدية الدار البيضاء حيث كنا نشاهد الجماهير تحتفي وتحتشد على جنبات الطريق الذي تسير فيه حافلة المنتخب الوطني الجزائري. ستعبر أيضا باب الزوار وأيضا مرورا بمنتزه بطريق الصابلات وأيضا انتهاء ربما هنا بهذه الساحة الساحة المركزية هنا بساحة أول ماي. أكيد بلا شك ستتوقف كثيرا هنا الحافلة حيث نشاهد هذه الحشود التي تنتظر وتترقب بشغف وبشوق كبير وصول أبطال العرب وسط تنظيم مثل ما نشاهد تنظيم محكم على جميع الأصعدة عناصر الأمن طبعا كما مثل ما نشاهد الجماهير منظمة بشكل جيد ليلة تنتظر المنتخب الوطني الجزائري تنتظر حافلة تنتظر أبطال العرب. هذه الصورة العلوية التي تنقل لنا جزءا من جمال العاصمة الجزائر صورة تنقل لنا الجماهير في هذه الشوارع الشوارع على امتداد البصر ممتلئة بالجماهير التي تراقب أو تنتظر صورة أخرى تأتيكم من هنا من هذا المكان الذي نشاهده الجماهير نشوفها تجري مع حافلة المنتخب الوطني الجزائري عبد النور ومترف حصريا للتلفزيون الجزائري الذي ينقل لكم ويحرص على أن ينقل لكم كل كبيرة وصغيرة حول هذا الحدث حدث وصول المنتخب الوطني الجزائري إلى أرض الوطن. هنا هنا الصورة هنا الجمال هنا الإبداع الذي ربما صنعه رجال المدرب مجيد بوقرة. مترف الجمهور يعني عود المنتخب الوطني بعد كل إنجاز أنه يخرج بقوة ويأزروا يعني يأزروا يعني حتى وين هنا شوفوا رانا الوقت متأخر وين والبرد راهو طقس راهو بارد إلى أبو يعني أن يكونوا يعني ينتظرون هذا المنتخب ليشرف الجمهور وشرف العالم الجزائري. هذا الشيء يعني نفتخر به وما يجيناش يعني مغربة يعني من الجمهور يعني هذا اللي الجمهور يحب كرة القدم وشغوف. حتى هناك بعض الفرق هناك بعض الفرق وين شفنا يعني وين أنا لعبت يعني في مولودية الجزائر كانوا هكذا يعني دينا يعني الكأس كأس الجزائر في 2014 يعني كاين الناس هكذا كانوا يمشوا مورانا يعني عدة كيلومترات هم يمشوا مورانا يعني معروف الجمهور الجزائري أنه شغوف بحب كرة القدم وهذا شيء يعني ما نقدروش نخبي وهو ومبروك وهنيئا للمنتخب. صح احنا كل ما تكون الانجازات سي عبد النور كوا شعب جزائري ولي اكزيجون كما نقولوا احنا بقدر ربما الانجازات بقدر اليوم لا نرضى باقل مثلا مثلا اسمها اكزيجون مي ريكونيسون باوي هذه لكن اليوم شوف خليني والله تستوقفني سبحان الله هذه الشوارع الرائعة تستوقفني جمال الجزائر. شوف سبحان الله هذه الصور والله لن تجدها
ربما في مكان آخر، لا أدري إن كان هو كان بعد بلدان يكونوا غيورين طبعا أكيد. ونحن تعرف في هذه اللحظات صدقني أفتخر دائما أنني قلتها يعني سابقا جزائر، لكن في هذه اللحظات تعرف مجيد بوقرة يحيي التفاعل، أيضا تفاعل مجيد بوقرة وهو يعرف جيدا قيمة ما حققه وما قام بجلبه إلى الجزائر. شوف تفاعل الآن مع مجيد بوقرة مع الأنصار مع الكلمات الشوارع. الكلمات أنا نشوفه بلي مدرب يتخسام عاود هضر على الإنجاز هذا اللي داوه. قال أنا تسمعني مع جمال بالماضي تعلمت كثير أشياء، بس هذا ما فيش ماش معجزة. وقت اللي نشوفوا الشغل اللي داروا جمال بالماضي خلاص حنا ما ندوك خلاص ما حكاش معجزة عندنا أبسوليما دوك بالعكس خلاص. كما قلت انت يا دوك احنا نطالبوا أكثر ولينا دوك إكزيجة خلاص دوك راه دوك انا تقول لي كأس أمم إفريقيا نقول لك انت انا تقول لي كأس العالم نقول لك لي مالا جمال بالماضي لما سألوه في هذه المرة يقول لك انا نروح باش نربح باش ندي ماشي باش نخلي. خلينا فقط نذكر مشاهدينا الكرام ان هذا البرنامج وهذه الحصة الخاصة تأتيكم دائما برعاية موبيليس كوسيدير رامي مادر وأيضا السلام بنك. في هذا البرنامج هم الرعاة وأيضا التلفزيون الجزائري دائما يضمن لكم هذا البث هذا النقل. كل الفرق التقنية لتلفزيون الجزائري موجودة في كل مكان وفي كل زاوية نعم لنقل هذه الصورة الجميلة إلى كل بيوت عشاق المنتخب الوطني الجزائري ومشجعي المنتخب الوطني. كنت تقول عبد النور كاوا on est exigeant et reconnaissant. نعم نعترف بكل هذه الإنجازات، نحن شعب يعترف، هذا هو الجميل فينا نعترف. أي واحد يدير لك ولو ذرة خير تعترف بها، فما بالك بإنجازات من هذا القبيل اليوم. يعني نعترف ونفتخر ونعتز كثيرا بهذا. هذا في أقل شيء اللي كان اليوم يديروا الشعب في هنا خاصة في العاصمة، وأنا نظن ملي كل في قطر الجزائر هم يتبعوا في هذا الصور هذا، وهذا نختارك به تما اوني كونتون دو فوار دي ايماج باغي. وقت اللي نتقول كنشوفوا الناس اللي هم برا ممكن من 13 سنه الى 70 او 80 سنه كل فئه عجايز يكونوا نساء. هذه هي الجزائر حتى ولو العجايز شفت قالوا له البلايلي اربح برك نزيدوا كلش. هذه هي الجزائر هذه هي الجزائر طبق الكسكسي بالذات وعداته هذه هي الجزائر الجزائريه هذه هي الجزائر نعم. إذا هذه هي الصورة نرجع على قناة أني جاي ناكل هذه الصور حتى نقولي أني جاي طبعا هذه الصور ليلى التي ومشاهدينا تأتيكم مباشرة على الهواء. هذه هي ساحة أول ما منتصبة الشامخة محاطة بالآلاف من الأنصار محملين طبعا موشحين بالعلم الوطني ينتظرون المنتخب الوطني الجزائري. زهير جلول لو نعود للتصريح جمال بالماضي وكما مثل ما قال عبد النور كاوا مجيد بوقرة انا دائما هربت مع جمال بالماضي والله عادي جدا هذا من ذاك والنتيجه هذه من تلك ونحن نعيش هذه الاشياء. مجيد بوقرة زهير جلول ايضا مثال يحتذى به. انت تكلمت منذ قليل وبدايه البرنامج نعم تكلمت عن هؤلاء اللاعبين نتمنى أن يكونوا ربما لما لا نستفيد منهم لما لا ربما استفدنا اليوم نستفيد من مجيد بوقرة لما لا نستفيد ربما من رفيق حليش كمدرب رفيق صيفي أيضا كريم زياني والكثيرين. سنعود لكريم زياني سنعود لأبطال الجزائر لكن قبلها خلينا نروح لهشام سعدودي أيضا. راه هذه كما تشوف هذا الشعب كاع اللي خرجناه كما هكا ان شاء الله ويستاهل اكثر الحمد لله يا ربي الحمد لله يسحقوا هذا التتويج. علاش العلم تاع فلسطين والعلم تاع الجزائر دائما معاكم علاش؟ ما احنا ديجا بلاد واحد وضرب واحد عندنا من البكري من اللي زدنا جامي نساوهم والدينا علمونا هكا وجودنا وكاع الحمد لله يا ربي وجامي نسمعوا فيهم والسر الجرينتا والروح هذيك اللي يلعبوا بها هذه كل شيء علاش الضرب وعلاش هذا الشعب اللي راكم تشوفوا فيه والحمد لله يا ربي الحمد لله مبروك علينا يعطيك الصحه محمد بوتمان اشكو
تألق مع العديد من النوادي الجزائرية وتألق أيضا مع النادي الإفريقي التونسي، واليوم هو أيضا نجم من نجوم المنتخب الوطني الجزائري. أيضا بوتمان مثل ما نشاهد مع الزميل هشام سعدودي، سنعود إليه ربما لاحقا. زهير قلت يجب أن نستفيد من هؤلاء، لازم نستفيد، استفد اليوم، نستفيد من ماجد بوقرة، كل هذه الكفاءات، اللاعبين الذين كانوا سابقين يعني في المنتخب الوطني الجزائري. بوقرة قال كلمة يبارك، قال كلمة موزونة، قال كلمة في محلها. حمد الله صافي بليزك إن شاء الله الجزائر تبقى ديما الشعب يبقى وربي يوفق. عبد العزيز بن سالم دعنا فقط لأنه هناك ضيوف سيحضرون دائما معنا ضمن هذا البلاتو. خلينا نقول لإبراهيم زفور تعبناك من البارح وانت معنا، كلمة إبراهيم زفور. لا والله عادي، ما كانش البرد اليوم، رانا في استديو رانا مع ضيوف الله يبارك، ما عندنا ما نقوله. الشيخ عبد النور، نعم، حسين، والشيخ بيان سور زهير جلول. يعني الشرف لي اني مع لاعب يعني لعبنا كيف كيف ومع مدرب اللي كان مدرب تاع المنتخب الوطني، وزيدوا زهير جلول يعني معروف غني على التعريف. دونك هذه الاشياء كلها انا بالنسبه لي شرف لي اني نكون هنا اليوم، خاصه مع تتويج المنتخب. طبعا زهير شكرا جزيلا لك لانك كنت معنا. حتى انا نشكرك ونشكر كما يقول لك الطاقم الفني وكل هذه الفرحه اللي عطاوها لنا هذا الفريق، وانا بودي نشكركم، كان حصاف والله استمتعت. شكرا. ونشكر التلفزيون الجزائري على هذه الصور اللي دخلت قلوبنا. شكرا جزيلا اذا لكما. سيلتحق معنا بعد قليل ضيوف للحديث عن هذا النقل المباشر والحي لوصول قلت المنتخب الوطني الجزائري. مشاهدينا الكرام، لنتواصل ونواصل في نقل او في هذا النقل الحي والمباشر، نقول هي رحله لانها طالت بين المنتخب الجزائري وكل عشاقه عبر هذه الشوارع وهذا المسار الذي ربما يخلط تلك العاطفه وذلك العطاء في العاطفه. دعوني ارحب بكل من التحق بنا اللحظه من اعلاميين ومحللي تلفزيون الجزائري. سابدا مباشره بفريد أيت سعادة محلل التلفزيون الجزائري، مرحبا بك معنا. مرحبا ليلى، مرحبا بالجميع، مبروك علينا. بيان سور، أجواء رائعة. من معك عبد العزيز؟ سعيد خفت نقول لك زميلنا. أكيد الأجمل في سعيد فلاك أنه يرتدي القميص الوطني جميل. أنت يعني ما شفتش قميص ليلى من فرحات. لا لا والله أنت موشحة طبعا من العالم الوطني. سعيد مرحبا بك، سعادة أيضا باش تكون معنا عبد العزيز. شكرا على الاستضافة، ونحن سعداء ونحن جد فخورين بهذا المنتخب، ورانا هنا كما قلت لهم منتخب بيفوز في أرضية الميدان، وحنا العمل اللي يزيد علينا ورانا فرحانين كي نخدموا ماغري، فخورين لخدمة المشاهد الكريم إن شاء الله. ومحي الدين المفتاح عاد إلينا بعدما غادر ربما كان يشارك في حصة مع زميل فريد بوساحي أكيد في حصة على القناة الرابعة. مرحبا بك. مساء الخير، مساء الأفراح، وانتو تريفي في الألجي. والله دائما وأبدا تحيا الجزائر. سيد فلاك، أجواء رائعة جدا، أجواء ربما تعودنا عليها كي تكون الانتصارات هكذا، هو شاب الجزائري عندما يفرح حقيقة. الليلة نقول لك احنا رانا محظوظين، لانه احنا سيرتو لا جينيراسيون تاعنا، الجيل تاعنا اليوم بدات تجوزنا فترة فارق كانت طويلة، خاصة من جانب كرة القدم، لانه كي نتكلموا الرياضة بصفة عامة وكرة القدم خاصة كان بعض المشاكل وين ما كانوش النتائج. الان رانا نعيشوا اجواء حقيقة اليوم لازم نستغلوا هذه الفرحة هذه وهذه الصور، لأنه بعد ما عشنا تأهل لكأس العالم في 2010 بعد طول سنين من الانتظار، وشفنا هذه الفرحة في شوارع الجزائر والجزائر عامة وخاصة في كل بلدان العالم. اليوم أبري 3 سنوات تقريبا، عامين ونصف بعد كأس إفريقيا
اليوم راني نشوف هاد الصور راني نعاود نتذكر ماشي هذا يتكرر حقيقة. بتيت كانت في النهار ودوك راهي في الليل برك عندها والشعب الجزائري يخرج في أي يخرج ويبرد حدود ليلى اليوم رانا تما ايام اسبوع الناس تخدم غدوه فعلا وراي الليل وراي البروده وحتى ما قريتو تما يقول لك راهم كل هذا الشعب الجزائري وفي لعادته وراه حاضر وشفنا شفنا اجواء الفرحه في كل انحاء الوطن صح. في الخارج شفناها البارح ايضا في كل ولايات في كل ولايات لا حتى في حتى في اوروبا شفنا الجاليه الجزائريه في كندا في الجاليه الجزائريه في الخارج اللي دائما ربما تواكب هذه الاحداث وخير سند لربما حقيقه نقول لك شيء انكدوت برك في اوروبا ما كاين بزاف خاصه الناس اللي ما تبعش كره القدم ما كانوش على بالهم كاين هذا الكاس العالم لانه يعرفوا غير بتتر كأس العالم وكأس أوروبا وبدرجة أقل كأس إفريقيا صح. شوفوا الجزائر خرجوا خاصة ضد الفوز تاعنا ضد المغرب وش صار وش كان أي سعادة طبعا كما ذكرت زميلتي ليلى بالفرحات وسعيد الجماهير اللي راهي حاضرة اليوم تستقبل المنتخب الوطني الجزائري محظوظة صحيح ولكن اللي ما يتمكنش من على الأقل من يكون بجانب المنتخب الوطني في هذه اللحظة التاريخية هنا بالعاصمة يتابع الصور التي تأتي عبر شاشات التلفزيون الجزائري صور جميلة فريد والملاحم ملاحم الكرة الجزائرية تتجدد وتتوالى نعم لقد دخلنا في ديناميكية جديدة منذ سنتين ونصف لأنه مرة وقت غير ببعيد كنا ننهزم وننسحب والهزائم تمر مرور الكرام لكن الآن دخلنا في ديناميكية تتميز برفض الانهزام ورفض الانكسار يعني حتى اللعب أنا شخصيا زادت المخاوف تاعي الأمس لما دخلنا فوق إضافي ليس لأني كنت أشكك في قدرات الفريق الوطني لكن كنت أخاف الإرهاق ومن الاستنزاف البدني نعم ومن أن بدنيا الفريق اللاعبين ميقدوش بدو الكثير الفريق الوحيد الذي واجه كل المرشحين للفوز لكن أقوى لكن هذاك حب الانتصار ورفض الهزيمة هو الذي طغى في الشوطين الإضافيين مع هدف في كل شوط يعني هذه ديناميكية جديدة يعني عندنا فريق ألف ولا باء ولا جيم ولا هاء ولا ياء الذهنية تغيرت الروح هي التي تغيرت هل تعلم أنه في هذا الكأس العرب فزنا بلقبين لباك ولا لا لا ماشي فريقين فزنا بلقبين فزنا كأس العرب تكلمنا عليها مقبل في الحصة أفروه جوية نعم لأننا واجهنا قطر بطل إفريقيا في الزمن البعيد كانت هناك مقابلة تقام بين بطل إفريقيا وبين بطل آسيا في بداية التسعينيات تكلمنا عليهم يكونوا بطل أفرو أسياوي تكلمنا عليها مع عبد النور في الحصة مقبل كنا نقول فزنا على بطل آسيا في بلده وفزنا بكأس العرب ونقدر نقولوا ما فزنا ببطولة شمال إفريقيا لأنه فزنا كذلك صح على مغرب تونس يعني كلهم فزت ليبيا في الوسط لا هذه الكأس هذه الكأس ليلى التي نشاهد كأس العرب الكأس الغالية الكأس التي توجت الجزائر بطلة للعرب وحتى الفيفا صممت هذه الكأس تكون تحت رعايتها تحت رعايتها وهي كأس شبيهة بكأس العالم هذا ليس ببعض الصدفة ماذا تفسر والله صدقني يعني أنا الشيء اللي حفزني أكثر أنه لأول مرة الفيفا قلت لك يعني ترعى وتكون راعي رسمي لكأس عرب لا فيه سبب لأن من العادة أن عام قبل كأس العالم هناك منافسة لتجريب المنشآت كانت خاصة بكأس العالم للأندية لا كانت كأس الكونفدراليات نعم. التي كانت تضم هي من مجموعتين من أربع فرق نعم. الأبطال أبطال القارات الست نعم. زائد البلد المنظم نعم. زائد
الفائز بكأس العالم، ولما يكون فائز بكأس العالم هو أيضا بطل قاري يكون نائب نائب بطل كأس العالم. إذن هذه البطولة كأس الكونفدرالية كانت لتجريب منشآت لكي يشوفوا لكي النقائص جاهزية البلد المحلي. لكن الفيفا ألغت وهذا وظهر لنا، أنا نلوم الفيفا على هذه، لما الجزائر هي أصبحت بطلة إفريقيا يعني معنية بالشغل في كأس العالم. نحن فزنا على بطل آسيا معليش، لكن لا لا لكن الفيفا ألغت هذه المنافسة لكي تفسح المجال لمنافسة جديدة هي كأس العالم للأندية التي ستبدأ في الصائفة المقبلة. أنا نفرح لأنه علاش اعترفت بكأس العرب وأيضا رسمت اللغة العربية في هذه المناسبة. إذن كانت مجبرة على تنظيم دورة لتجريب الملاعب والمنشآت فاختارت كأس العرب، ولما لاحظت هذا النجاح الباهر من حيث الإقبال الجماهيري وخاصة أن كاين قنوات أوروبية لم تعتزم في البداية بث المقابلات، لكن في الأخير باتت مقابلات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي. هل يمكن أن نشاهد ربما كأس العرب بشكل منتظم؟ نعم نعم أعتقد أمس كان تصريح جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي يقول ستنظم كأس العرب بصفة منتظمة ولكن أكثر من ذلك بمشاركة أفضل لاعبين، يعني الفيفا ستقترح تاريخ في الصائفة يعني دير تواريخ فيفا مثل ما تعود، لكن يكون أحسن لاعبين الذين يشاركون في أوروبا، يعني كل فريق منتخب يشارك المنتخب الأول. هل تعتقد بأن الرزنامة ستسمح بذلك؟ هذا وحدة أيضا القارية لديها أولوية أفضل. إيه نعم ما شكيتش في هذا، لأنه رغم حتى النية تاع الفيفا أنه ومشى حط طول على كل راح كأس العالم. دعوني أذهب مباشرة للزميل هشام سعدودي ومعه جمال الدين بالعمري. هاي اطلعكم رانع المباشر جمال، بروك علينا بروك علينا جمال. الحمد لله بروك علينا، فرحة ما توصل. تفضل سعيد اكمل فكرة. كان مشكل تاع الرزنامة سؤال في محله، لانه الان في العالم بأسره، لانه الان الفيفا راه يقوم باللوبينغ تاعها باش كأس العالم تمر على بعد سنتين. ونظن وراكم على بالكم ان افريقيا عطات الموافقه في الاتحاد الاوروبي يرفض رفضا حتى الدول العربيه رفضا هذه الفكره. نعم الاتحاد الاوروبي اللي يرفض، لكن الكونفدراليه الافريقيه عطات الموافقة. والاتحاد الاسيوي راح يعطي الموافقه. الدول العربيه حتى في جنوب الخيبات اللي جوز كنت سمعت الحفلات المستوى باش نستعرف لي جوار يعرفوا. اه سي نورمال سي نورمال، الواحد سيفري تشوفها صعيبه دي فوا، مي الواحد لازم شي راشي لازم يخدم لازم يدير كلش. مي الحمد لله ربي ما فيه غير الخير، كيما ما كاش كاين ناس ماشي ملاح كاين ناس ملاح، هذه الحياة هذه اللي حاب يفشلك كاين اللي حاب يعاونك، واحد يدير ربي يبارك في قلبه يشوف القدام وهذا ما كان، ويكون يحب سيرتي يصفي قلبه يحب الخير للناس، ربي شو يصير لي ربي ما يخليه. تعبت جمال تعبت تعبت كيما قاعد الناس، بالك انا كان عندي شويه زهر بالك مكتوب بالك كلش خويا كلش داخل فيها مكتوب ربي كلش الحمد لله الحمد لله يا ربي. ميرسي كاع لا فامي تاعي اللي وقفوا معايا في كاع لي مومون اللي كنت فيهم، سواء لا فامي كبيره ولا لا فامي صغيره الحمد لله يا ربي. جمال كان يخمم يخدم اجون في المترو في وقت مضى لما كان في النصريه، ولكن الاراده ديالك والحلم ديالك خلاك توصل الى هذا المستوى. الحمد لله انا ما كيما يقولوا خدام الرجال سيدهم، اي واحد يخدم ولكن
أيضا كانت هذه تصريحات جمال الدين بن العمري وأكيد جمال خدام رجال سيدهم وانتم رجال اليوم وأمس وغدا أيضا شرفتم هنا يا أبطال العرب تنتظرون منا الشكر والاعتراف أكيد طبعا. هذه هي حافلة المنتخب الوطني الجزائري من هذه الزاوية تظهر الصورة أوضح الصورة ناصعة حافلة المنتخب الوطني الجزائري وسط هذا التوهج الجماهيري والفرحة الهستيرية والأضواء التي تنير درب المنتخب الوطني الجزائري إن شاء الله في طريق التألق وصناعة أمجاد كروية أخرى. الفرحة متواصلة البهجة أيضا بالتأكيد تعم كل منزل من منازل وطننا الحبيب في هذه اللحظات السعيدة التي نسعد ونفخر بأن نعيشها كجيل هذا. خلينا نقول أن صراحة الصور هذه الصور ما يسمعها حتى واحد يصنعها الجزائريين صور متفردة والله يصدقني سعيد. لا أظن ما كين نعطيك لا إحنا أكثر ما تقول ليش لا أظن كين في أمريكا الجنوبية عندهم هذا الحماس لكن حماس جنوني لكن إحنا حماس عاطفي ممزوج بكل شيء. حابين نقول لك ليلى إنه اليوم قبل بداية هذه المنافسة كنا نتكلموا مع الأصدقاء قبل كنا نقولوا بدك ما عطينا لاش الأهمية اللازمة قبل بداية المنافسة كنا نقول كأس العرب حتى صح. أنه ما كناش نشوفوا بهذه الأهمية يعني بعد انطلاق المنافسة شفنا الأهمية وقيمة للمنافسة. شكرا لا بصح نحبينا ولا لا حدث ونشارك في احتفالات 1999 شاركنا كلنا. أنا 2014 كنت في الشارع يعني كنت في المطار استقبل في المنتخب لا هو كان لاعب في الفريق الوطني الحائز بكأس افريقيا 1999 وبطل افريقيا في 1999 ناهيك عن الألقاب مع وبطل افرو اسيويه 91 صح كان هكا استقبال يعني هذاك الوقت كان هكذا في التسعينات كان جمهور غفير 5 جويلية المباريات كانت الملعب مملوء اظن فرحه كبيره تركيبه تاع ماجد بوقر ادوا دور كبير اداء بطولي ظل اللاعبين مشكورين فرحونا بزاف ونتمنى ان شاء الله دوك يوفونا بالتتويجات باسكو كاس افريقيا في 2019 الان 2021 كاس العرب نتمنى ان شاء الله كاس افريقيا في الكاميرون ولما لا ان شاء الله كاس العالم. هذا الحديث شفناه ايضا في تصريح جمال الدين بن العمري منذ لحظات الجرينتا هذيك والحراره والاصرار والرغبه ايضا اللي راهي متواصله انه لحصد الاخضر واليابس يعني الاداء الرجولي اكيد هي القوه الضاربه لفريق الوطني عندهم هي احد نقاط قوه المنتخب نقاط القوه وعندهم تضحيات وفقه لذلك تم اكتشاف لاعبين يقدروا يكونوا بدائل توكاي شتي بن دبكة ميريزيك كاين هذا هو وعودة والعودة القوية لياسين إبراهيمي في في في, في قائمة تضم 28 لاعب لأن الكاف قررت أن تكون القوائم ب 28 لاعبا نظرا لجائحة كوفيد 19 أنا في 28 لاعب ياسين إبراهيمي عنده المكانة تاعو. إذا تعتقد أنه جمال بالماضي اليوم راح ربما يأخذ الحسابات اليوم لأنه لما نتحدث معه جمال بالماضي حقيقة يقول لك جميل الفوز لكن يجب أن نعمل من أجل نواصل في العمل يعني. لا هذا أنا ما فهمته هذه قراءتي لتصريحات جمال بن العمري كأنه يقول يقرأ ويفوز اليوم نقدر نقوله إلى أن نأخذها بالمعنى آخر اليوم منتخب الوطني لعب كأس العرب في غياب الكثير من الاساسيين نقول باش ما نكلموش 30% من يعطيك الصحه وفزنا وبقى لانه بقعدنا بنفس الاسلوب نفس الفيلوسوفيه ماشي حتى الديناميكيه شوف المجموعه يعني. كان في السنوات القليله الماضيه كنا نفوكاليزي بزاف على المنتخب الف وننساو الباقيه اليوم علاش ننساو بصحبي يعني سائق نقول حاجه لانه احنا حقيقه ما لازمش نقولوا احنا تعودنا انه هذه كاس العرب ولا نروحوا للشان ولا ما كانش منتخب من الدور الاول إيه؟ علاش لان ما كانت هناك استراتيجيه وكي جاء بالماضي وتكلم عليها قال انه من الان فصاعدا ليك كما يقول كليزيون سرون با براك يونيكمون على المنتخب الاول لازم تكون تكميليه تاع العمل باش
المنتخب الالف يكون دائما مزود حتى حتى الاو 15 والاو 19 في اوروبا في اوروبا كي تحكم المنتخب الاسباني تخمم على الفرق الدنيا نفس فلسفه اللعب الفئات الصغرى للفئات امول اكزاكتومون حتى اللاعبين اليوم واش فدنا من هذا الكاس العرب او دو لا دوتي فدنا انه اليوم شفنا اسماء انه جمال بالماضي اليوم يقدر يريح ترونكيل يقول كوتي غوش باغ اكزومبل تاع لا ديفونس بن سبعيني ما كاش شتي يلعب في الهو نيفو بالسيجار اليوم تو جاي سي ان ديفونسور يلعب تما تلعبوا غدوا يعطيك الصحة عندك مام اون اتاك دي جوار مزياني بدات مازالوا شويه خصاتو شويه لكن كاين لاباط كاين لاباط دونك هذا الشيء اللي ربحناه في كاس بندبكا اليوم بندبكا شوف شوفي ليلى اليوم بندبكا كي نتكلموا على لو ستيل دو جو عندك قديورا بعد قديورا ادى كاس افريقيا 2019 في القمه لانه اللعب تاعنا يروبوزي سور لا ريكوبيراسيون بوكو بلوس سور لوي بعد كاس افريقيا والاصابات اللي طالته والفرق اللي راح منها ايتو ما راهوش مستدعى شكون رومبلاسه في المنتخب الوطني زروقي سي ان ستيل توتالمون ديفيرون مختلف تماما مدرسه مختلفه يعطيك صح حتى في اللعب انا نشوف بعض الاختلاف في وسط الميدان تاع المنتخب الف اليوم ربي يبعث لك لاعب كبندبكة انا جلوت هضرنا مقبل مع عبد النور نظن يشبه نوعا ما